يتطلع المواطنون منذ مدة إلى موازنة 2023 وما يمكن أن تحمله لهم من آمال في التوظيف واستيعاب بطالتهم وإطلاق الخدمات التي باتت حلماً من أحلامهم بعد أن كانت حقاً من حقوقهم، أو في تخفيض تكاليف السلع التي أثقلت كاهل محدودي الدخل منهم، لا سيما مع وجود فائض مالي هذا العام قد ينسيهم معاناتهم على مدى عامين. متى يمكن أن نشهد ولادة الموازنة والتصويت عليها من دون أن تعطلها خلافات القوى السياسية ومصالحها؟ لماذا لم يتم تخفيض سعر الدولار في الموازنة كما كان يعدنا بعض السياسيين سابقاً؟